السلام عليكم اعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في واحد الفيديو جديد. كما كتشوفوا في العنوان غادي نديروا واحد تصحيح بسيط مبسط يعني ديال التقويم التشخيصي ديال الثالثه اعدادي بالنسبه للزفت. صافي، دونك هذا التقويم التشخيصي هذا غادي نخلي لكم في الخانه ديال الوصف، تيليشارجيوه وخدموه ومن بعد اجي تشوفوا التصحيح، ولا سير جيب واحد الورقه وستيلو اجي تخدم معايا في نفس الوقت. صافي، دونك بالنسبه لا بروميير بارتي ما غاديش نكثر فيها بزاف، غادي نخلي لكم التصحيح ديالها في لا فان ديال لا فيديو. غادي ندوز مباشره لا دوزيام بارتي. هذا دوزيام بارتي هي اللي فيها بعض المهارات والاشتغال على الوثائق، وهنا اللي كتلقاو صعوبه بزاف باش انكم تخدموا هاد لا بارتي هذه. صافي، دونك غادي نجي نقرا هاد لا دوزيام بارتي واش فيها. غادي نلقى فيها واحد الميبيان بحال هكا. دونك اون فوا كيجي واحد الميبيان بحال هكا خصني نشوف بعدا المتغيرات اللي عندي. دونك هنا عندي لا كونسونطراسيون اون غرام باغ ليتر، التركيز بالغرام على الليتر، وهنا عندي لو طون الزمن بالدقائق اون مينوت. هنا عندي جوج ديال الحوايج كيتغيروا، عندي اميدون وعندي غليكوز. دونك هنا ما يهمكمش واش هما هاد الكلمات هادو، حتى غادي تقراو الدرس يعني في الثالثه اعدادي وغادي تعرفوا واش كيعني هاد اميدون وهاد غليكوز هذا. دونك السؤال الاول مطلوب مني واش هو، بعدا من بعد ما تعرف على هاد المتغيرات هادو كونسونطراسيون و لو طون، خصني نعرف انهم هاد زوج ديال الحوايج هادو التركيز ديالهم هو اللي كيتغير. دونك هاد لا كونسونطراسيون ديال لاميدون والغليكوز هي اللي كتغير فوقاش مع مرور الوقت. دونك ملي كنقول لك كتغير، سواء واش كتنقص ولا كتزاد ولا كتبقى ستابل، سواء ايل اوغمونت ولا ايل ديميني ولا ايل ريست ستابل. وهنا في هذا الاطار هذا غادي نخلي لكم واحد الفيديو في الخانه ديال الوصف اللي غادي تضبطوا فيه هذه المهاره ديال التحليل ديال الميبيان. كما بغى يكون الميبيان غادي نخلي لكم الطريقه كيفاش تخدموه، واضحه؟ دونك غادي نمشي مباشره نشوف السؤال اللي عندي. السؤال اللي عندي يا سيدي نعطي واحد العنوان لهذا الميبيان هذا. دونك لو تيتر غادي يجي عقلو مزيان على هذه الكلمات اللي غادي نكتب. ديما لو تيتر غادي يكتب ايفوليسيون ولا فارياسيون، وحده من هاد زوج ديال الكلمات. دونك ندير ايفوليسيون تطور دو لا ديالاش هاد الكلمه اللي مكتوبه الفوق لا كونسونطراسيون، غادي نكتب لا كونسونطراسيون ديال اميدون اي غليكوز. دونك ايفوليسيون دو لا كونسونطراسيون دو لاميدون اي دو غليكوز اون فونكسيون، حسب ماذا؟ اون فونكسيون دي طون، حسب الزمن، وندير بين قوسين اون مينوت بالدقائق. صافي، دونك غادي نخليك مزوما تكتب هاد الشيء هذا، كنوريكم دابا غير كيفاش الطريقه كيفاش تخدم وصافي. نمشي دابا السؤال الزوج، قال لك غادي نحدد لي كونسونطراسيون التركيز ديال هاد لاميدون وديال الجليكوز فوقاش في لو ديبي دو ليكسبيريونس وفي لا فان دو ليكسبيريونس. دونك لو ديبي هو 0 مينوت ولا فان هي 7 مينوت. دونك بدات ليكسبيريونس جايبا في 0 دقيقه وانتهت في 7 ديال الدقائق. دونك غادي نجي نبدي ب لاميدون. دونك غادي نكتب هنا في لو ديبي شحال كان في لو ديبي، غادي نجي ندير الاسقاط هنا، كانت 1 غرام على الليتر، وفي لافان دونك في لافان يعني ملي ولات 7 دقائق شحال ولات. دونك غادي نقرا التركيز، نقرا هنا في هاد الجهه ولات 0 غرام على الليتر. غادي نخلي لكم ديروا نتوما التركيز لا كونسونطراسيون ديال الجليكوز في لو ديبي، ها شحال كان في لو ديبي، نقرا هنايا التركيز، وفي لافان يعني ملي ولات 7 دقائق غادي ندير هنا الاسقاط ونقرا شحال ولات هنايا. دونك هي غادي تكون العكس ديال لاميدون. صافي، نمشيو دابا لا ديسكريبسيون. ديسكريبسيون يعني هو الوصف، ملي كيقول لك ديكريغ لا فارياسيون. دونك غادي نقول واش هاد لا كونسونطراسيون هذا هاد التركيز هذا واش إل أوغمونت ولا إل ديمينوي ولا إل غيست ستابل حسب الوقت. دونك غادي نبدي بلا فارياسيون ديال لاميدون. ها هو لاميدون. دونك لاميدون واش وقع عليه مع مرور الوقت؟ انخفض، دونك ديمينيسيون. ولا غادي نجي نكتب بحال هكا وفيل دي طون، وفيل دي طون مع مرور الوقت لا كونسونطراسيون، لا كونسونطراسيون نكتب هاد لا كونسونطراسيون دو لاميدون، نكتب هنايا لاميدون، واش كيوقع لها؟ دي ميني كونسونطراسيون، لا كونسونطراسيون دو لاميدون واش كيوقع لها؟ ان ديمينو كتنقص. نقدر ندير بين قوسين انتقلت دو
انتقلت من واحد غرام على اللتر فيغ زيرو غرام على اللتر. صافي هادشي اللي كاين. نفس الشيء بالنسبه للوصف ديال الجلوكوز، غادي يخليك نتوما ديره. صافي دونك او فيل دي طون لا كونسونطراسيون دو جلوكوز واش كيوقع لها هاد المره؟ ماشي ديميلي، ماشي ديميلي، انما غادي تكتبوا اوغمونت. غادي ندير بين قوسين اوغمونت دو زيرو فيغ ان، انتقلت من صفر حتى لواحد غرام على اللتر. مزيان، وهكا غادي نكون ساليت هاد لا بخوميييغ بارتي. بالنسبة لا دوزيام بارتي كيتعلق الأمر بال لا ريسبيراسيون، التنفس. عندكم هذاك الكيس، هذاك داك الفيول، عندكم لو سون الدم، هادشي قريتو في السابعة. هادشي هذا دونك هنا الهواء كيدخل وكيخرج، دونك هذا لير انسبيري وهذا لير اكسبيري. دونك انسبيري هو الشهيق، اكسبيري هو الزفير، وهذا الدم كيدخل وهذا الدم كيخرج. دونك هذا لو سون اونترون وهذا لو سون سورتون. هادشي اللي تعمرو في دوك الاب بي سي اللي كاينين تحت هاد الوثيقه هذه. المطلوب من هنا غادي نوريكم المهاره كيفاش دير لا كومباريزون. كومباريزون يعني المقارنه. غادي نقارن قال لك اسيدي لا تونور، لا تونور ولا لا كونتيتي ولا اي حاجه كتبوا لي. انا قالوا لي لا تونور، لا تونور هو النسبه ديال لو ديوكسيجين، ثنائي الاكسجين. فين غادي نقارنها؟ في لير اكسبيري وفي لير انسبيري. دونك في لير اكسبيري هي 16% وفي لير انسبيري هي 21%. دونك غادي نولي نكتب غير نفس السؤال اللي نعاود نكتبه. لا تونور اون ديوكسيجين دون، كتب معايا، كتب في نفس الوقت كتب معايا. لا تونور اون ديوكسيجين، لا تونور اون ديوكسيجين دون لير انسبيري، دون لير انسبيري غادي ندير بين قوسين هي 21%، اي كي دايره مقارنه مع 16%، اي سوبيريور، سوبيريور كو سا تونور، كو سا تونور دون لير اكسبيري. ولا الا بديت بالعكس، الا قلت دون لير اكسبيري ندير بين قوسين 16%، كيفاش غادي تكون؟ تكون انفيريور. صافي دونك 21% في هذه الحاله راه سوبيريور كو شحال؟ كو 16% كو سا تونور دون لير اكسبيري اللي هي بين قوسين 16%. دونك نفس الطريقه اللي ديروا لا تونور في لو سون اونترون في لو سون سورتون، في الاخر تخرجوا بهذا الكونكليزيون، استنتاج. دونك استنتاج من بعد ما كتقرا الدرس غادي تستنتج بان هاد الدم هذا غادي يدخل محمل بالسي او 2 غادي يخرج محمل بالاو 2. دونك هذاك الاو 2 غادي يخرج في الدم غادي يمشي للخلايا. صافي دونك غادي نقول لك استنتاج او 2 باس فيغ لي سيلول، كيمشي فيغ لي سيلول. هادشي بطبيعه الحال فوقاش تعرف هاد الكونكليزيون حتى تكون ضابط وفاهم الدرس. هذا هادشي اللي كاين. صافي دونك نتمنى انك تكون وصلت حتى للفقره هذه. ما تنساش انك تدخل لخانه ديال الوصف تلقى هاد الفيشي هذا، وتلقى عاوتاني المهاره ديال هاد لا كومباريزون، المقارنه، و كيفاش نخدم هاد الميبيان هذا. دونك هادشي اللي كاين، نتمنى لكم مسيره موفقه ودوزو خير.